هاي الجرة معباية مي مباركة مشان مراسم الزواج. هلأ رح نحمم العريس والعروس بهاي المي. شو هذا اللي عملته؟ شو هالوقاحة؟ امبارح خربتي لي حفلة الحنة واليوم جاي تخربي مراسم الحمام كمان. احكي مين اللي مسلطك علي؟ ليش هيك عم تعملي معنا انتي؟ مين بعتك حتى تخربي لنا حياتنا؟ شو بدك؟ فهميني ليش ما بدك تسمحي لزواجي انا ويوغ يكمل؟ تعي يلا يلا انزليني هيك بجداح يلا انزليني بقى انهي كل هاي المهزلة يلا انهيها اذا قتلتيني بتنحل مشكلتك. طولي بالك اختي شو جنيتي؟ مانك شايفتيها شو عم تعمل انا بشو قزيتها؟ اجيتي وكان خلخالك مكسور لما رح تروحي عظامك يلي رح تنكسر. انا ما رح خليكي تطلعي من السجن كل عمرك. حضرة المفتش تفضلوا خدوها من هون بسرعة، صار وقت تنحط بالسجن وللأبد. بدي خليها تحلم تشوف ضوء الشمس مرة تانية. ما تاكلي هم مدام، هالمجرمة كتير عذبتنا، لهيك أنا رح لفق لها تهمة هلأ حتى ما تطلع من السجن بحياتها. أستاذ، هاي الوراق اللي طلبتهم حضرتك. لحظة حضرة المفتش، ما عاد فيك تعتقل هالبنت. مرة بتقول لازم تعتقلها ومرة بتقول ما لازم تعتقلها، ليش هيك عملت؟ ما عم افهم شو بدك. هذا التقرير الشرعي مشان القضية، وهلا اكيد بيكون وصل نسخة منه على المخفر تبعك، مذكور في مصدر الممنوعات يلي حضرتكم لقيتوها مع البنت. ما كانت ممنوعات، كانت سكر عادي، وهالشي ماله مخالف للقانون. هاي البنت بريئة من هاي التهمة. بهالحالة انت بريئة، التهمة بتسقط عنك وانت حرة، بس هلأ لازم تجي على المخفر وتوقعي على المحضر. بيترتب عليك مخالفة للهرب من الشرطة. امشوا. روحي وما تحكي ولا أي كلمة. يلا عم قلك روحي من هون ولا تفكري ترجعي أبداً. انت شو عملت؟ ليش خلصتها من الشرطة وبرقتها؟ يوغ انت ليش هيك عملت فينا؟ يعني هالبنت هانتك قدام الكل هون
وجهت لك هالتهمة بكل وقاحة، تيجي أنت بتخلصها من الشرطة؟ ليش؟ لأنه بيوم من الأيام أنقذت حياة مرت أخي. وانت بتعرفي قديش مرت أخي غالي على قلبي. هي عملت معنا معروف بالأول وأنقذت حياتها من الموت، هلأ ردت لها معروفة مو أكتر. شو هاد كهاني؟ أنا قريت الورقة وعرفت كل شي منها، بس ماني عم بفهم ليش؟ ماني مصدقة هاي الورقة، بدي أعرف منك أنتي. أنتي البنت يلي رح تخبرني بالحقيقة هلأ. احكي ولا هتكذبي، شو السبب يلي بخليكي تسافري مع روناك؟ انا بعرف منيح انه هو عم بيساعدك، كمان يمكن يكون مأمن لك شغل برات البلد براتب منيح. لو سمحتي قولي هيك الموضوع. انا لازم روح. كهاني قولي لي شو القصة بعدين، روحي وين ما بدك، انا بدي اعرف الحقيقة. إذا أنت بدك تنقذي لكي لازم تخبري يوك هالشي، إنك ما فيكي تتخلي عني. أنا ما بقدر أحكي لك الحقيقة كهاني، بدي تحكي إجباري عنك. اسألي روناك عن هالقصة، ما في غيره بجاوبك. أنا ما بقدر خبرك بأي شي. أنا كنت غلطانة لأني وثقت فيكي وعطيتك فرصة لتحكي، فكرتك ساد أو ما بتخبي شي. للأسف طلع رأيي غلط. انهزمت مملكتك يا أخي، ما رح تفوز بالملكة صدقني. تعرف ليش؟ انت خبرني بالأول لأني بلشت أقلق بصراحة. ليش أنا ما رح فوز؟ لأنه بالأصل عندك أحسن ملكة، ملكتك هي مرتك مو كهاني. لك انت ليش عم تتدخل بكل شغلة مالك فيها؟ ها؟ أنا يلي بقرر هون من هي الملكة تبعي. بس نحن اتفقنا وانت وعدتني، تتذكر ما؟ اسمع يا أخي، أنا بدي أترجاك، أنت أملي الأخير أنك تطالع كهاني من السجن بأي طريقة. رح أعمل شو ما بدك، إيه؟ طلب شو ما بدك وأنا تحت أمرك. مستعد تعمل أي شيء مشان كهاني؟ طبعاً مستعد أعمل أي شيء، مستعد أتقوس أو زد حالي بالنهر، فجر حالي إذا بدك كمان. صدقني بعمل شو ما بدك بس لتطلع كهاني من هالورطة. مانك مضطر تعمل كل هاد، بكفي تعمل هاي الشغلة الصغيرة. رح أعملها صدقني، يلا قول. إنك تنسى كهاني بالمرة وتعطيني وعد إنك ما تترك مرتك روبا لو شو ما صار. شو؟ بشو عم تفكر؟ اتفقنا، أنا مستعد أنسى كهاني مقابل إنقاذ حياتها. تمام، صار لازم انسحب من الاتفاق بس بطريقة ما بتجرح القلب. اتفقت معك مشان ساعد كهاني وانت يا مسكين صدقتني.
مثل ما بيقولوا، إن كانت مراية أو اتفاق الاثنين سهل كسرهم. أنا هلأ رح أكسر هذا الاتفاق، وأنا وكهاني رح نتجوز. شو صار معك؟ نسيت ما هيك؟ كيف بدي أنسى هالموضوع؟ أنا ذاكرتي قوية كتير، بتذكر كل شي وما في شي بنساه. بتذكر اتفقنا أنه ننسى موضوع كهاني وأنه ما أترك مرت أخوك أبداً، مو هيك؟ لحظة، شوف شوف شو صار. أنا خسرت وأنت ربحت. مو أنا يلي ربحت، علاقتك أنت ومرتك يلي ربحت. يا سلام، هلأ وقتك أنت. أي روبا، هلأ يلا جاي. خلي ببالك هاي القصة، أنا بقدر طالع ملكتك إمتى ما بدي، وبقدر رجعها وقت بدي كمان. ليش جايبتيني على المستودع لنحكي؟ كان فينا نحكي بالبيت. مستحيل، ليش مجموعين سوا؟ ها؟ معقول متأمرين علي؟ شو هالمصيبة هاي؟ اشرح لي شو هاد؟ ورقة. لا مو ورقة، هاد حجز، حجز سفر إلك ولك كهاني. سألت كهاني عن القصة بس ما خبرتني بشي. أنت يلي بدك تقلي هلأ ليش حاجز لتسافر أنت وياها. يلا قلي إنك رايح مشان شغل إلها وبدك تسلمها يا. بعرف إنك عم بتساعدها، بس أنا بدي إياك تحكي لي القصة وأكيد رح صدقك. أنت ليش حاجز موعد للسفر؟ أنا وكهاني كنا بدنا نسافر برا البلد. برا البلد؟ بقصد بدي أتركك. كيف يعني أنت بدك تتركني؟ ما فهمت. قصدي إنه اترك البلد واطلع، اطلع من حياتكن كلكن ولا شي مكان بعيد. كنت بدي اترك كل شي وروح على تايلاند اتجوز أنا وكهاني. انت اكيد عم تمزح حبيبي روناك. لا أبداً أنا ما عم أمزح، ليش مفكرة إنه مزح؟ ها؟ لعلمك أمي اللي بتحب المزح مو أنا، أنا ما بحب المزح أبداً. أنا رايح أتجوز كهاني. على كل حال مو مشكلة، أنت بتعرف؟ أنا بدعي كل يوم لحتى أكمل حياتي معك وما أخسرك. أنت كتير بتحبني، مو هيك كنت تقلي؟ دائماً هيك كنت تقلي. وإنك ما بتقدر تطلع على أي مرة غيري. بعرف إنك بتحبني ويلي عم تحكي مو من قلبك، بعرف هذا الشي كتير منيح. تركي إيدي بقى، مين اللي قالك إنه أنا بحبك؟ أنا بعمري ما حبيتك ولا حتى لحظة صغيرة يا روبا. يلي بحبها هي كهاني، هي بتكون حبي الحقيقي وبس. فاهمي هالشي؟
لما تفقد كرامتك ما عاد حدا من الناس بيحترمك. طيب كيف إذا المرة فقدت جوزها؟ أنت ليش بتتصرفي كأنك الأم المثالية؟ شو الفايدة من كل هاد ها؟ ما رح ينفعك، رح تروحي تبكي يومين ثلاثة بعدين رح تنسيني على الآخر. نسي وجودي، يلا روحي. لو طلبت مني روحي صدقني كنت رح أعطيك إياها، وأنت طلعتي محتالة كبيرة. يلا يلا روحي على البيت واشربي لك كاسة لبن باردة، بلكي بتروقي أعصابك شوي. يلا ليش هيك عملت؟ ولك اترك ايدي وبعد عني. انت عن جد ما فيك مشاعر ابدا. انا ما فيني اتحمل هذا الذنب، ما فيني اتحمل ذنب كسر خاطر الستروبة وخربان بيتها. لو سمحت رجعلي اخي لك وخليني روح، ما بدي يصير كل هذا بنوب. انا ما بدي اكون سبب تعاسة اي حدا بهالدنيا، عم تفهم علي؟ ما بدي اكسر قلب حدا، كل يلي عم بيصير بسببك انت، كله بسببك. شبك ليش ساكت؟ شو عملت لحتى عم تخليني اجرحها بهاي الطريقة البشعة؟ طردني اجرح قلبي وكون بيان سيئة قدامه، وكل هذا بسببك انت، كله بسببك. تعرف قديش عالم تأذوا وانكسرت قلوبهم لك انت؟ أذيتني انا ولكي ويوغي ومرتك، ولسه في كتار رح ينأذوا من وراء اعمالك يا حقي. لا تعمل هيك روناك، بترجاك اذا بتريد. أنا بترجاك رجع لي لك وخليني روح. أنا بوعدك ارجع على بيتي وما خليك تشوف وشي مرة تانية. ماني حابة كل هالمشاكل صدقني، أنا مو حابة أزي الستروبة أكتر من هيك لو سمحت. قومي وقفي، أنا بس بدي أفهم أنت ليش شايفتيني بهاي الحقارة كلياتها؟ ليش؟ أنا ماني هيك أبدا، عم تفهمي؟ أنا كل الجريمة اللي عملتها أني حبيتك من قلبي مو أكتر. أنت شو مفكرة؟ أنه إذا أنا عملت معها هيك من شوي فأنا رح عاملك بنفس الطريقة؟ لك أنت بشو عم تفكري؟ أنه يوغ هيك ببساطة تغير وفجأة غير موقفه معك يعني؟ وتركك تروحي بحالك؟ ها؟ أنا وياه عملنا اتفاق أنه أنا بنساكي وبالمقابل هو بيطالعك من هاي الورطة. هاي القصة، ما في شي بدون مقابل. صدقيني ما بتعرفي شي أبدا ولا بتعرفي الناس. أنا مرة خطرت بحياتي وقفت على حيط بيتك صح؟ وإذا بدك بصير حقير مع عيلتي لصير جوزك. ولك أنا ما بدي غيرك بهاي الدنيا صدقيني، بس تركيني صير جوزك. أنت ليش ما بدك تحققي لي هالأمنية؟ بس فهميني عن جد، أنا حبيت بطاقة زواجنا كتير. تركيني نادي بأعلى صوت أنه الملكة تبعي صارت ملكي وما حدا رح يشاركني فيها. روناك رح يتجوز الملكة. لا لا، شو هالدموع هاي؟ امسحي لي دموعك، ما بحب شوفك زعلانة. يلا روحي جهزي حالك، محضر لك هدية كتير حلوة وتناسبك. إذا حبيتيها اتصلي فيني وخبريني، ماشي؟ يلا. يلا روحي جهزي حالك، محضر لك هدية كتير حلوة وتناسبك. لو طلبت مني روحي صدقني كنت رح أعطيك إياها، وأنت طلعتي محتالة كبيرة. Thank you.
راني فوتي لجوا. ليش كل هالدموع؟ انت زعلانه لانك عملتي لي فخ، بس انت يلي وقعتي فيه بالاخر. هلا ما رح تحصلي لا على المصاري ولا على الزوج الغني. سبق وخبرتك اني ما رح اسمح لهي الجوازة تكمل، ولكني قدرت نفذ هذا الشيء. انقذت عائلتي منكم وحميت بيت اخي من الدمار والحزن يلي كان رح يصيبه بسببك. انا ربحت كهاني، ولعلمك خليكي متذكرة هالحكي، من اليوم لازم تضلي بعيدة عنا. اصحك تقربي على عيلتي وعلى عيلة أخي لو شو ما صار، وإلا الحرية يلي أعطيتك إياها رح تصير سجنك للأبد. انتي شكلك رجعتي تتجاوزي حدودك وما فهمتي. عن جد حقارتك طلعت ما إلى حد ابدا. معقول بدك تسرقي زينة مرت اخي لحتى تزيني فيها وشك؟ بحياتي كتير حرامية مصاري، بس هي اول مرة بشوف فيها حرامية ازواج. انا برجع بحذرك، ما رح اسمح انك تسرقي اخي من بيته ومرته. إذا أنت مجبورة على هذا الشيء خبريني فوراً، بوعدك أني رح ساعدك. أنا انجبرت على هالموضوع. إذا أنت بدك تنقذي لكي لازم تخبري يوك هالشي، أنك بتحبيني كتير وما فيك تتخلي عني. أنا مجبورة، قلبي هو يلي جبرني. أنا بحب روناك وما فيني أتركه، وحبي إله أكبر من ما بتتصور وأكبر من زينة مرت أخوك وعيلتك. بتحبيه؟ ليش بتعرفي شو يعني الحب؟ الحب انك تتحملي الوجع والالم مو تعطيه للغير. الحب هو يلي بيعمر البيوت مو بيخربها. الحب هو انك تحطي المحبس مو تسرقيه. عم تفهمي ولا لا؟ هذا ماله حب، هي سرقه. سرقه. ابوك طلقني وتركنا وراح. ابوك تركنا وراح بس كرمال وحده رقاصه. أخوك تركني وراح، أخوك تركني كرمال الرقاصة. بزمانة إجت رقاصة أخذت أبي وتركوا أمي تتوجع. هلأ ما رح خلي رقاصة تانية تجي وتاخد أخي من عيلته. الحب هو التضحية والوفا، لازم تضحي للآخر مو تاخدي الفرح من قلب غيرك. أنا عم أتوجع سيديك.
اللي صار مو صح. اللي إنه كذبة. ضحكتك وسعادتي وثقتي فيك ووعودك إلي كله كان كذب. طيب أنت ليش هيك عملت فيني؟ بشو أذيتك؟ هلأ عرفت إنه جوزي كذب علي. كل عهود زواجنا صارت كذبة. هاي الأساور ونقطة الجبين. حتى هذا الطوق كله طلع كذب. أنا التزمت بالطقوس كلياتها ودعيت بكل المناسبات وصليت من شانك كل الوقت كمان. كنت تقلي إنك مبسوط. شو يلي تغير فجأة؟ شو السبب؟ قلي روناك شو يلي خلاك تعمل معي هيك؟ يلا جاوبني. هذا السبب. فهمتي علي؟ سببك الدعاء والاحتفالات، هدول الشغلات اللي بيعملوهن الأمهات. بتعرفي شو محتاج؟ مرة حلوة تدق جرس قلبي مثل ما بيدقوا الجرس بالمعبد. إذا مشيت بالشارع معي تسحر العالم بجمالها ويجنوا فيها ويحسدوني عليها. كنت على طول أحلم بمرة حلوة كتير. شوفي شو طلالي. ها؟ مرة مشوهة ومحروقة. ليش كل مرة بتعيدي نفس الحكي وبتسأليني إذا أنت بتحبني ولا عم تكذب علي وشو بيعرفني؟ دائما بتنقي وبتحكي وبتسألي. إيه نعم أنا هلأ عم كذب عليكي. مبسوطة؟ روبا بحياتي كلها ما حبيتك حتى لحظة صغيرة وحدة هالقد، ولا رح حبك. هاي الحقيقة. ليش لحبك؟ مرة رحت على السينما لحتى أحضر فيلم الوصمة، أكيد بتعرفي عن شو بيحكي. رجعت ركض على البيت قبل ما يخلص الفيلم. إذا بالفيلم ما قدرت أتحمل إني شوف منظر الندبة، ولك كيف بدي كاني أتحمل شوفها كل يوم وعلى وش مرتي. أنتي بس فهميني، مين الغبي اللي رح يقدر يحب هيك وحدة مشوهة مثلك؟ أنا ما رح أقدر. الندبة هي السبب؟ إذا فعلاً هاد هو السبب، اليوم رح خلصك من هالسبب كله. إذا راحت هالندبة رح تقدر تحبني؟ تركيها لك خلص. أنت جنيتي؟ حطيها من إيدك. بعد عني. بعد. مو طبيعي شو عم تعملي. جنيتي على الآخر. خلص. معقول ما كفاك اللي عم يعمله يوك برا لحتى هلأ جاي عم تكملي؟ هاد أخي يلي من لحمي ودمي واقف معك أنت ومتعاطف معك ضدي. مرت أخوه الغالية. مشان حضرتك ما تعاني وما تتأثر حياتك قلب حياتي لجحيم كرمالك. هو أول شي عمله راح وخطف لي حبيبتي كهاني ولفق لي قضية ممنوعات، وبعدين راح تنكر مشان تفكروا أنا وهربها من الشرطة وورطها بقضية تانية. تعرفي ليش؟ أكيد لا، مشان ما أتجوز أنا وكهاني. أصلاً كنا رح نتجوز من زمان وبدون علمك كمان، بس ما قدرنا نعمل هالشي بسبب أخي الغبي. خايف على مشاعرك حتى ما ينكسر قلبك. بس بما أنك هلأ عرفتي كل شي، أنا قررت هلأ أنه ما عاد خايف من شي. روحي خبري مين ما بدك. أنا خلاص رح أتجوز حبيبتي كهاني. إيه رح سافر أنا وياها على البرازيل ونعمل شهر عسل هنيك وجكارة فيكن، وما رح يفرق معي أي حدا رح أتجوزها غصباً عنكن. حبيبي روناك
يعني أنت ولا مرة حسيت حالك إنك بتحبني إلي؟ لا. ما حبيتك. روناك اسمعني روبا شوي. بعد عني. اتركي ايدي هيك. اسمعني روناك. بعد عني لا تقربي. روناك بعدي. لا تروح. لا تتركني لا. بس إنه أنتي تختفي من حياتي هالشي رح يقتلني يا عمري. بحبك يا عمري. شايف العلامات هدول؟ أنا مو شايفهم. أنتي بنظري أحلى وحدة بهالدنيا. يلي بحبها هي كهاني. هي بتكون حبي الحقيقي وبس. كنت على طول أحلم بمرة حلوة كتير. شوفي شو طلالي. ها؟ مرة مشوهة ومحروقة. روبا بحياتي كلها ما حبيتك حتى لحظة صغيرة وحدة هالقد ولا رح حبك. رح تروحي تبكي يومين ثلاثة بعدين رح تنسيني على الآخر. نسي وجودي. مرتخي واقفي. يلي بحبها هي كهاني. كنت على طول أحلم بمرة حلوة كتير. شوفي شو طلالي. حياتي كلها ما حبيتك حتى لحظة صغيرة وحدة هالقد ولا رح حبك. ايه يا روحي. ليك روناك، بترجاك مرة تانية انك ترجع لي اخي لكي على البيت وتخليني روح بحالي. تعرف شو صار اليوم معي؟ لك حالتك بقى ندم على لكي صار عتيني. مرتي رح تنتحر وتزت حالها عن السطح. انا رايح شوف هالمجنونة شو بدها تعمل. برجع بحكي معك بعدين وبنحكي موضوع لكي. ماشي؟ شو؟ يلا باي. روبا. الو روبا، رح توقع عن السطح؟ معقول؟ شو هالمصيبة؟ بس ما يصير لشي. مرت أخي. ليه عم بيصير هيك؟ مرت أخي ردي علي، سمعتيني؟ روبا في إيه؟ ردي علينا. مرت أخي ردي علي. لو سمحتي روحي اتصلي بالدكتور بسرعة. حاضر يلا رايحة. روبا. طيب روبا كيف وقعت عن السطح؟ صحي يوغ، انت كيف شفتها؟ حكي لنا شو اللي صار معها. ما بعرف اي شيء. لما تفيق روبا رح نعرف شو اللي صار معها. هي لازم تفيق. روبا. اختي الكبيرة، انا اتصلت بالدكتور وجاي على الطريق. منيح. وقف. ليك ما بسمح لك تمسكني بهاي الطريقة وتشحطني، عم تفهم ولا لا؟ لا بقى تعيد هذا التصرف معي مرة تانية، عم تفهم؟ على فكرة انت صاير وقح كتير وعم تتمادى مع اخوك الكبير وما بتعرف حالك شو عم تعمل. انت اضطريتني عاملك بوقاحة، ضليت ساكت قدام الكل،
بس أنا شفتها بعيني كيف كانت عم تزت حالها من فوق السطح. قلي ليش كانت بدها تنتحر؟ جاوبني عم قلك. وأنا شو بعرفني؟ يمكن البنت جانة أو صاير العقلة شي، ما بعرف شو صاير لها. عن جد؟ أنت عم تخبي الحقيقة؟ يعني ممكن تكون خبرت مرتك عن علاقتك أنت وكهاني؟ هل بدك تحكي لي شو صار بينك وبين مرتك؟ حسيت حالك إنك بتحبني إلي؟ لا، أنا من شو خايف؟ خليني خبره كل شي وأخلص من هالقصة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.